السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختي خواتاتي، لاباس عليكم؟ صحة لاباس، كلكم بخير؟ هانيين، كي دايرين مع هاد الجو؟ نتمنى تكونوا بخير. الحمد لله. انا اليوم البنات جيت نشارك معكم شرب ديال الخروب. ها هو الخروب، كلشي تيعرفو. ها هو تتختاري فايكم مزيان، كتجيبي كمية هنا تقريبا، كاين هنا كاس ديال الخروب. المهم هنا كتجيبيه توصليه وتنشفيه وتقطعيه هكذايا ودقيه في المهرز بحال هذا، ولا المهرز اي مهرز عندك، دقي تيولي بحال هكا بهذا الشكل هذا. هنا وصل شويه يتطحن. المهم احسن الله ما تجيبي هكا، ما تجيبيش يكون مطحون ولا مهرز. المهم كنحتاجو لهاد كاس تاع الخروب، كنحتاجو نص كاس تاع سنيدة، وكنحتاجو جوج معالق، ثلاثة معالق تاع الماء باش نصيبو الكراميل. أول حاجة نصيبو هذا، نكون كيدالكم. اول حاجه غادي نديرو، غنديرو سنيده. المهم قلنا نص كاس تاع سنيده، وغنديرو ليهم هاد معلقه حتى جوج معالق تاع الماء، وغادي نخليهم يوليو كراميل. ما غنخليهمش بزاف البنات باش ما يتحرقوش، ونخليهم يولي شويه يذوب ذوب سنيده وشويه يتغير اللون. ومن بعد غادي نضيف هذا الخروب اللي ديجا انايا هرستو بهذه الطريقه هذه. المهم تصيب ونعاود لكم ونكملوا ان شاء الله. دابا الناس نحاولوا الناس ما يتحرق ليناش باش ما يطلق لناش المروره. نحاول نديرو لي غير بحال هكا بحال هكا، حيت هاديك الحرورة ما خصوش يتحرق. بحال هكا دابا غادي نزيدو ليه هاد الخروبة ديالنا، وغادي نحركو بحال هكا. نتمنى تكونوا كتشوفوني. وغادي نزيدو عليها الماء، تقريبا لتر ديال الماء، وغادي تحاولوا شويه شويه لانه سخون بزاف، تخلو شويه بشويه. بسم الله. شويه شويه ثم تحركو وغتخليه يغلى مدة ديال تقريبا واحد ثلث ساعة حتى نص ساعة ونرجع. ها هو البنات، من بعد ما خليتو يغلى تقريبا نص ساعة هو تيغلى، دابا غادي نخليه يبرد، غادي نغطي عليه ونخليه يبرد ويطلق في بعضياتهم تقريبا من 6 سوايع للفوق، على الاقل تخلي ليله كامله او 6 سوايع. غادي نخليه من بعد ان شاء الله ما يوجد نتلاقى معكم. المهم البنات، هذا هو الشراب ديالنا، كنتمنى يعجبكم. بعد ما داز عليه 6 سوايع تجانس مع بعضياته وصفيته في صفايه تكون رقيقه، ومن بعد داكشي اللي بقى تعاودي طحنيه وتزيدي عليه شويه تاع الماء وطحنيه في مولينيكس وتصفيه وتزيدي عليه البقيه، تخليه يبرد في الثلاجه، ومن بعد يكون الشراب ديالكم واجد. هذا هو الشراب ديالنا اليوم البنات، نتمنى يعجبكم. ما تنسانوش من لايكات، شكرا على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.